في 17 من أكتوبر الماضي أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن بدء هجمات كبيرة على مدينة الموصل، شنت فيها القوات الحكومية العراقية والشرطة الاتحادية وقوات البشمركة الكردية، إضافة إلى الميليشيات الشيعية، هجمات على الموصل من مختلف الجهات، وذلك بدعم قصف التحالف بقيادة الولايات المتحدة. وحتى 17 من الشهر الجاري مضى شهر على عملية استعادة الموصل تعرض فيها تنظيم الدولة الإسلامية لخسائر جسيمة. تواصل قوات مكافحة الإرهاب العراقية، وهي قوة رئيسية في الجهة الشرقية بالموصل، تقدمها ودخلت إلى ما يزيد عن 4 كيلومترات في المدينة، وتمكنت من تحرير بعض الأحياء مثل كوكجلي والكرامة وغيرهما من شرقي الموصل. ويوم 17 خططت القوات لتعزيز انتشارها العسكري في الضواحي الشرقية من المدينة، كما بدأت بعملية تطهير للمتطرفين المتواجدين هناك. بالتأكيد أنه بعد وصول هذه القطعات سوف تقوم بمسك المناطق المحررة سابقا، مما يؤدي إلى تسريع العمليات والضغط والزخم، إدامة الزخم على العدو. من خلال استمرار العمليات سوف يتم إدامة الزخم على العدو وطرد العدو باتجاه الساحل الأيمن. في الوقت نفسه وفي الجهة الجنوبية، وصلت الشرطة الاتحادية العراقية إلى مكان يبعد أقل من 3 كيلومترات من المطار الدولي جنوب الموصل بعد استعادة بلدة حمام العليل. أما في الجهة الشمالية فتقدمت فرقة المشاة 16 إلى ضواحي الموصل وحررت قرية معويزة. وفي يوم الأربعاء الماضي حققت الميليشيات الشيعية اختراقا كبيرا في الجهة الغربية من خلال استعادة مطار تل عفر على بعد 60 كيلومترا إلى الغرب من الموصل من أيدي تنظيم الدولة الإسلامية، فيما يخدم قطع خطوط الإمداد الغربية للتنظيم المتطرف، لكن هذا الخبر لم يتم تأكيده حتى الآن. أما يوم الخميس فأفادت قناة الميادين اللبنانية بأن اشتباكات عنيفة اندلعت بالقرب من مطار تل عفر بين التنظيم المتطرف والميليشيات الشيعية.